من أمام أبواب السجون جمعتهن مصيبة واحدة وهم واحد. تشاركنا الوقفات وأوجاعها، وامتدت اللافتات حاملة صور الأحبة من أقاربهن المغيبين في السجون والمعتقلات والمقرات الأمنية المختلفة. طالما تعرضنا لأنواع التنكيل والإهانات والمضايقات الجارحة تماماً كما يحدث لأبنائهن في الأقبية، لكن ذلك لم يثنهن بل زادهن إصراراً ليجعلن من ضعفهن قوة ويشكلن رابطة أمهات المختطفين. أمهات المختطفين من أمام منزل وزير الداخلية بعدن. فكانت الصوت الأقوى المناصر لقضية المختطفين، خصوصاً مع غياب وانعدام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وتوقف نشاطها. ملأت الرابطة الفراغ الحقوقي وحملت هم معاناة المختطفين والمخفيين قسرياً، فكانت صوتاً لذويهم إلى العالم عبر وسائل الإعلام منذ لحظة إشهارها في 8 مارس 2016 في وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب المبعوث الأممي بصنعاء. بحسب تقارير صحفية، نظمت الرابطة منذ تأسيسها قرابة 200 وقفة، وأصدرت 250 بياناً ومذكرة رسمية ترجمت من خلالها معاناة المختطفين وحملتها إلى مختلف الجهات. كما اتسع نشاطها ليتجاوز صنعاء وصولاً إلى عدن والحديدة وتعز ومأرب وأب وحجة. قامت الرابطة برصد وتوثيق المئات من حالات الاختطاف والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، وأصدرت تقارير حقوقية لمساندة الضحايا وتحسين حالة حقوق الإنسان في أشد الأوقات صعوبة. تقول الرابطة في آخر بياناتها إن 128 مختطفاً قتلوا بسبب التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي والتشكيلات المسلحة التابعة للإمارات في عدن، وإن الكثير من المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي داخل سجون الميليشيا والتشكيلات العسكرية والأمنية في عدن. عملت رابطة أمهات المختطفين في أشد الظروف قسوة وحساسية، وتعرضت وقفاتهن لمداهمات واعتقالات من قبل ميليشيا الحوثي. نناشد نحن في رابطة أمهات المختطفين ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي تمارسه أطراف الصراع في اليمن. رغم خذلان المجتمع الدولي لملف المختطفين واستبعاد المبعوث الأممي للرابطة في كل اللقاءات، إلا أن تقارير المختطفين في اليمن لا تزال تتصدر الملفات الإنسانية في جهود السلام.